النهارده احنا بنعلن يوم الجمعه 14 مارس تدشين مقر طيران الاستقلال بالاسكندريه كبدايه لعمل داخل محافظه الاسكندريه. لا شك ان طيران الاستقلال موجود في كل المحافظات، لكن تدشين مقر للطيار يجمع كل التابعين لمنظومه طيران الاستقلال يعتبر عمل جيد في هذا التوقيت، ويعتبر استعدادا ايضا للانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه. جاء هذا التدشين عقب زيارتنا لجنيف وزيارتنا لبعض الدول الاوروبيه من اجل الرد على الادعاءات التي تثار حول الثوره المصريه. لا شك ان اهالي الاسكندريه النهارده استمعوا الى شرح لنتائج زياره وفد القوى السياسيه وفد تيار الاستقلال الى جنيف والى المانيا والى هولندا. لا شك انهم استمعوا ايضا الى كثير من الايضاحات التي كان يجب على الجميع ان يعلمها، حيث اننا نحتاج الى لغه جديده للحوار، ونحتاج الى توجيه خطاب جديد الى الغرب، نحتاج الى توضيح الحقائق، نحتاج الى رد على كثير من المغالطات التي تثار بشان مصر وبشان الثوره المصريه والتي تقف جماعه الاخوان الارهابيه خلفها. يجب على المصريين الان ان يتحدوا لكي ينجزوا خريطه الطريق بشكل جيد، ولكي يفسحوا الطريق أمام دعاة الفتنة، أمام دعاة الإرهاب، أمام الإخوان المتأسلمين والمؤيدين لهم من الجهات الأخرى. نتائج الاجتماع اللي كان في جنيف إن احنا ردينا على الإدعاءات وعرضنا صورة الحقائق لحد كبير بشكل واضح، ايضا وضحنا دور مصر في دعم حقوق الانسان وردا على ما كان يثار بشان انتهاكات حقوق الانسان في مصر. ايضا رحبنا بوجود مقر للاتحاد المفوضيه الساميه لحقوق الانسان ان يكون لها مكتب اقليمي في القاهره لمنطقه الشرق الاوسط. رحبنا في ان تكون هناك ايضا تعاون كامل بين المفوضيه الساميه لحقوق الانسان وبين الدوله المصريه باعتبارها دوله راعيه لحقوق الانسان وحرياته، خاصه بعد ثوره 25 يناير وثوره 30 يناير. راي ان انسحابه جاء متفقا مع المنطق والعقل ولغة المصريين ورغبات الكثير من المصريين، بل غالبية المصريين الساحقة تتجه إلى ترشيح المشير السيسي، ولذلك التوافق إلى حد كبير سوف يحقق معنى في تلاحم الشعب المصري وتوحده. لكن هذا لا يعني أننا نريد أن تكون هناك انتخابات بلا منافس، هذا من الخطأ. نحن نريد منافس، ونريد أن تكون الانتخابات تتخذ شكلا ديمقراطيا، نريد أن يفوز من يختاره الشعب المصري دون أن نكون محددين مسبقا، ودون أن نكون منحازين بشكل كامل إلى عدم إقراء الانتخابات كما يجب أن تكون أمام العالم.